لاحظ اخر اخر ملف اشتتات كان ملف اشتتات محافظ الموصل نجم الجبوري. نعم. نجم الجبوري لو كان في القائمة سين لما تم اشتتاته، ولكن لأنه ترك القائمة سين وذهب إلى القائمة صاد تم اشتتاته. ما الذي يعنيه ذلك؟ لن يتخلى الكثير من الزعماء السنة، طبعا الزعماء بين 10 مزدوجات وليس مزدوجين، عن ملف المساءلة والعدالة، لأنه أداة جوهرية لديهم للابتزاز من جهة وللإقصاء من جهة ثانية. لهذا هذه الخطابات هي للضحك على الجمهور، للاستهلاك المحلي، ولكن لا وجود إرادة حقيقية لدى الكثير من الزعامات السنية لإنهاء هذا الملف. إيمو هذا هم يولد قصة، يعني بمعنى هل أن هنالك اتفاق سني شيعي على الصعيد السياسي؟ أنتم قولوا وحاولوا ونحن سنرفض، وبذلك ننقذكم أمام جمهوركم. يعني إذا أنت تقول هالشكل، لا هذه ليش هذا اللي يصير كله؟ يعني هل في اتفاق بين القوى السنية والقوى الشيعية؟ أكو اتفاق بهذه البروباغندا اللي تتنيها؟ لا ليس الأمر بهذا الشكل، ولكن دائما ما تستخدم هذه الأمور كأوراق للعب، بالتالي أنت تريد شيء محدد فتستخدم كارت المساءلة والعدالة للابتزاز به، تريد شيء آخر تستخدم كارت العفو العام للابتزاز به. وبالتالي لاحظ في اللحظات التي تحدث هناك مشكلات محددة أو ضغوطات محددة يتم إخراج هذه الكارتات للعب بها. لهذا كما أقول لا تصدق الخطابات، السلوك يقول شيء آخر مختلف تماما. زين، إذا ما صرنا سؤال بصيغة أخرى، أنه هذا الكارت الذي استخدمته القوى السياسية الآن أصبح مستهلكا ومفضوحا أمام الجمهور، وبالتالي القوى السنية تخلت عنه لتبحث عن كارت جديد. لا شوف، يعني لا وجود للمستحى في قاموس السياسي العراقي عموما، ولا وجود للمستحى نهائيا في القاموس السياسي السني. لهذا الحديث عن المستحى أو الحديث عن الإحراج أمام الجمهور هذا لا معنى له. بالنهاية أنت تتحدث عن جمهور أنا أقول زبائني. لا لم يحترق، لأنه من يذهب إلى الانتخابات هو جمهور زبائني تم صناعته وليس الجمهور الحقيقي. وبالتالي القوى السياسية تعتمد على جمهورها الزبائني لاستمرارها وإعادة إنتاجها، ولا يعنيها الجمهور الحقيقي. طيب